بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم في حلقه جديده في كل يوم جديد. النهارده هنعمل مع بعض رز بالجمبري وشوربه السيفود او شوربه الجمبري بطريقه سهله جدا وهتطلع احسن من بتاعه المطاعم. تعالوا نشوف محتاجين ايه الاول عشان نعمل الشوربه بتاعتنا، او الرز الاول وبعد كده الشوربه. عندي اول حاجه كيلو من الجمبري بقشره عشان نعمل بعد كده بالقشر الشوربه. عندي كيلو من الرز البلدي، 2 بصله مفرومه، نص كوبايه بسله بالجزر، ورقتين من اللورا، فص حبهان، معلقه كبيره كمون، ومعلقه زعفران بودره، وملح وفلفل اسود. الموضوع بيكون بسيط جدا، وبنبتدي بان احنا ازاي نشتري الجمبري. ازاي تنزلي تشتري الجمبري ويطلع معاكي طازه وفريش؟ اول حاجه لما تمسكي الواحده من هنا هتلاقي الخيط اللي بيكون في ظهر لوحه الجمبري من هنا مش مطلع برتقاني من اول حاجه من الحته دي. بعد كده عندي الراس ماسكه في الجسم، وكل بصوا الجمبريه ماسكه نفسها ازاي. لو حسيتيها مفرطه كده او مبهدله، ده معناه ان الجمبري ده مش طازه او مفكوك من التجميد بتاعه بقاله فتره، وما انصحكيش طبعا انت تشتريه. يبقى هنشتري الواحده ماسكه نفسها كده، ريحتها مش زفره. يعني لما امسك واحده الجمبري او السمك الطازه دايما بتكون ريحته مش زفره. اللي بتبقى ريحته زفره قوي ده معناه ان الحاجه دي مش طازه. طيب هنعمل رز ازاي؟ هاخد القشره عشان اعمل بيه الشوربه، وهاخد الجمبري نفسه اعمل بيه الرز. طيب اول حاجه هعملها عشان انضف الجمبري كويس قوي، هغسله كويس، هنقعه في ميه بخل واغسله كويس قوي بالميه، وبعد كده اقطع الراس بالشكل ده. بعد كده هاجي عند الحته اللي فيها الرجول دي او ماسكهم كلهم كده، وعامل كده عشان القشر ده يفك مني كده بالشكل ده، واقوم قاطع الديل ده. باجي عند الحته دي تبقى ماسكه جامد قوي، فاقوم كسرها كده وساحبها بالشكل ده. كده قشرت واحده الجمبري بالشكل ده. بس الظهر اللي هنا دي هي دي بطن الجمبري، دي مش ظهره ده بطنه. فهجيب السكينه واقوم جاي من هنا كده فاتح بالشكل ده، واقوم ساحب الخيط اللي هنا ده. هي الخيط ده هو معده الجمبري، لازم اسحب الخيط ده وارميه بعيد عن البوله اللي هحط فيها القشر عشان نعمل بيه الشوربه. تاني هما بعض، قلنا الجمبريات تبقى صاحيه كده ماسكه نفسها عشان نعرف ان هي طازه وما تكونش ريحتها زفره. بعد كده هكسر من هنا بالشكل ده، واقوم جاي بالحته دي بصباعي، بالصباع الكبير، عامل كده دايس عشان اكسر كل الرجول دي، واقوم ساحب ده كده. طلعت قطعه الفيليه بتاعه الجمبري، هقوم جاي عند الحته اللي في الاخر دي بتكون ماسكه قوي، هقوم جاي هنا كسرها كده سنه، واقوم ساحبها لفوق واسحب دي عشان واحده الجمبري تطلع سليمه. خلاص كده؟ لا مش خلاص، مهم جدا ان احنا نشيل معده الجمبري او البطن. هفتح الظهر كده بالراحه واقوم ساحب الخيط اللي جوه ده، شايفين الخيط ده كده؟ نسحب ده، لازم تسحبي ده كويس قوي، وما نحطوش مع القشره عشان دي طبعا المعده، ونرميها. هكمل دول كلهم وبعد كده اعمل ايه؟ نعمل بقى الرز. لازم احط حله على النار طبعا عشان تسخن، عشان الرز بتاعي البصل هيتحمر كويس، وبعد كده ايه نكمل كل الرز طريقه الرز بالجمبري. خلاص كده خدنا القشر كله غسلناه ونشفناه وهنسيبه للشوربه. تعالوا نروح بقى للرز. سخنت حله كويس جدا بالشكل ده، بعد كده هاخد زيت، احط زيت في الحله ولازم تبقى سخنه جدا كده. ومهم جدا احنا ما نحطش اي حاجه فيها خل على الجمبري، عشان الجمبري اللي من الحاجات لو حطيت لها خل هينشف والموضوع هيبقى صعب جدا وهيبقى عامل زي البلاستيك بالظبط. هنزل بالبصله، جيب معلقه كده اقلب بيها، ممكن نزود شويه زيت كمان عشان البصله ما تحرقش. قلب بقى تقليبه حلوه كده للبصل. البصل الاحمر ما بياخدش سوا كتير وما بيشربش زيت ولا سمنه كتير، وده طبعا مميزاته يعني. بعد كده عندي ورقتين من اللورا والحبهان واحده، وعندي شويه الكمون، ممكن احط سنه كده في الاول، واقوم مدي تقليبه حلوه، واقوم واخد الجمبري اللي انا عملته احطه معاهم. طيب هقلب بقى الجمبري بالشكل ده، واقوم حاطط شويه ملح وشويه فلفل عليه. نفتح بقى كده، ناخد معلقه ملح ومعلقه فلفل اسود عشان نطعم الجمبري بتاعنا. بصوا الجمبري من الحاجات اللي ما بتاخدش سوا كتير، يعني مش محتاج ان انت تسيبيه على النار كتير قوي عشان يستوي. بعد كده هجيب بقى بوله صغيره، واخد ايه اول ما الجمبري بتاعي يستوي هاخد كام واحده بس عشان احطهم في الشوربه، عشان ما اعملش الشوربه بالعظم بتاع الجمبري بس. ناخد بقى كده ايه كام واحده من هنا عشان الشوربه بتاعتنا كمان تبقى غنيه. عندنا مثلا 4، كل واحد 2 3 على حسب الكميه اللي احنا عايزين نحطها. بعد كده هنزل بقى بقيه شويه
الكمون بتوعي مع البسلة بالجزر مع معلقة الزعفران البودرة عشان طبعا تلون لي كل ده. اقلب بقى، بصوا هلاقي ايه الموضوع، اللون ابتدى يتغير مجرد ما احط الزعفران بس. بصوا بقى الجمبري بقى عامل ازاي اهو. طبعا الناس من اللي هي بتحب تعمل الحاجه بسرعه قوي، يعني عايز لما اعمل طبخه او اعمل رز ما ياخدش وقت كبير، فده عشان يحصل معايا ما ياخدش ساعه مثلا على ما يستوي، هسخن الرز مع المكونات بتاعتي واحط له كمان ميه سخنه. لو حطيتي ميه ساقعه مع ميه سخنه بتكوي الرز، فما بيطلع ممكن يطلع ماسك في نفسه شويه، ما يبقاش مظبوط، ياخد وقت في السوى مش هتقدري تتحكمي فيه. فدايما نخلي السخن بسخن والبارد على بارد اهو. قلب بقى كده، بص الزعفران البودرة عمل اللون، خلى يخلي اللون الرز في منتهى الروعة، حاجة كده زي الرز البايلة اللي هو بيتعمل بالسيفود وبسلة بالجزر برضه. هقلب بقى كده كويس، وما انساش مهم قوي موضوع المية السخنة، لازم أشغل الكاتل بتاعي أو أجهز المية السخنة في حلة جنبي كده. بعد كده خلاص سخن الرز، لازم اساوي الرز كده في الحله كلها عشان اما اصب اعرف مستوى الميه بتاعي يوصل لحد فين. دايما الرز البلدي بيتعمل له بيزيد الميه عنه عقل الصباع، يعني مثلا احط ايديا كده قبل ما احط الميه عشان ما تلسعش طبعا، عرفت مثلا ايه لحد العلامه دي، واقوم نازل بالميه كده بسم الله الاول، واقوم نازل على الرز بتاعي واحط كده. بصوا انا بلف مع الحله عشان اوزع الميه على كل الجناب عشان الرز بتاعي يطلع مظبوط. طبعا ده الناس اللي عايشين لوحدهم او الناس بتعمل كميات صغيره وما بتظبطش معاهم اهو. بيفرق نوعية الرز طبعا، بيحتاج مية كتير أو مية قليلة. لو الرز بتاعك مكسر أو فيه نقط بيضة كتير فده معناه إن هو متخزن مش صح، فده واخد رطوبة يعني، فده مش هينفع نحط له مية كتير، وفي نفس الوقت هنحتاج نحط له المادة الدهنية كتير زي الزيت والسمنة. هسيب درجة الحرارة عالية كده عشان الرز يشرب المية بتاعته، وبعد كده أوطي وأوطي عليه. هتفرق طبعا من حله لحله على حسب القعر بتاعها او الحته اللي بتبقى من تحت دي سمكها كبير، بنطفي النار عليها بدري او بنوطي عليها عشان الرز بتاعنا ما يشطش. يعني مثلا الناس بتبقى عندها الحلل زي كده تبقى فيها سمك من تحت، فده بياخد حراره كتير قوي، فلما بتوطي النار ما بتوطاش غير بعدها بفتره، فنخلي بالنا برده من الموضوع ده. وقبل الرز ما يبتدي يتشرب هغطي واوطي عليه. انا كده خلاص تمام قوي، هبتدي اوطي درجه الحراره الاقل من نص بحاجه بسيطه، يعني اخليها مثلا 40% من النسبه اللي المفروض انا اعملها، يعني ده مثلا على 1000 او على اعلى حاجه، فهنخليها اقل من النص حاجه بسيطه، وكده الرز بتاعنا هيستوي. والحله دي هتلاقوها فين؟ هتلاقوها في سفره. هنطلع فاصل صغير ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه بقشر الجمبري. اهلا بيكم مره تانية بعد الفاصل. دلوقتي ميعادنا مع شوربه الجمبري، ازاي هنعمل شوربه جامده جدا بطريقه سهله وكمان مش تحتاج مقادير كتير. عندي قشر الجمبري بتاع قشر ده بتاع كيلو، بعد كده عندي المقادير بتاعتي هي قشر الجمبري، بصله مفرومه، طماطم مكعبات واحده او اثنين، جزره مبشوره، اثنين فص ثوم، معلقه كبيره من الجنزبيل الفريش، وهنا طبعا دي اختياري على حسب لو موجود عندك ولا لا، ميه سخنه، كوبايه كريمه لباني، ورقه لورا، فص حبهان، ملح وفلفل اسود. المكونات بسيطه جدا والموضوع اسهل ما يكون. احط حله برده على النار تسخن او ووك او اي حاجه من الحاجات اللي عندي ينفع اعمل فيها الشوربه. بعد كده هننزل بالزيت. مهم جدا بقى المره دي ان لازم الحله تبقى مولعه نار. ليه؟ عشان انا عايز اسوي القشر بتاع الجمبري كويس قوي، عشان اول حاجه هحطها في الحله. سخنت ده جامد قوي وغسلت القشر بتاعي كويس جدا، لازم تخلي بالك من الموضوع ده، ونشفتيه من الميه. بسم الله، وننزل كده. بعد كده هقلب بقى القشر بتاعي، والميه اللي بتنزل منه دي عايزه تنشف خالص، هستنى لما تنشف. وهجيب الجزره والثوم. دايما الثوم من الحاجات النصايح المهمه جدا، ان الثوم كل ما بيتقطع او يتفرم بتقل الفوائد بتاعته، فدايما الثوم خليه لما تيجي تعملي بيه الوصفه وفرميه، حتى لو هتخزنيه خزنيه سليم اهو. هبشر بقى شويه الجزر كده عشان الشوربه بتاعتي تبقى مظبوطه قوي. بعد كده عندي فص الثوم او فصين الثوم،
اهم هبشرهم على المبشره وانا بطبخ على طول. ليه؟ عشان نفس الموضوع زيت الزيتون كده برضو لما بيتركن فايدته بتقل. هبشر دول وبعد ما ابشرهم كده اخد المبشره بتاعتي او اخد الحاجه اللي انا بشرتها بيهم كده واقوم رايح بيهم على ايه؟ على قشر الجمبري. بعد كده البصله مفرومه، طماطمايه مفرومه، لورا وحبهان تاني عشان عايز ادي طعم عالي قوي للشوربه بتاعتي، عايز اللي يشرب شوربه الجمبري في البيت يقول دي احسن من اي مكان شربتها فيه قبل كده. الجنزبيل فوائده كتير قوي وخصوصا الايام دي، فياريت نحطه على الوصفات بتاعتنا. عندي كوبايه من الكريمه اللباني ومعلقه صلصه، هحط معلقه صلصه بس الاول وهخلي الكريمه اللباني في نص الوصفه وهقول لكم هعمل كده ليه. انا هستخدم قشر طبعا، مش هنشرب قشر، يعني في ناس تقول لك ايه ده بيعمل الشوربه بقشر، هي بقشر صدقوني الفوائد كتير قوي جوه القشر، احنا هنطلعها منه وبعد كده هنصفي الميه دي، هنحط لها ميه تغلي وتتقل تاخد كل الخير والفايده اللي جوه القشر بتاعنا، وبعد كده هنصفي كل ده ونحط عليه الكريمه اللباني نديله غلوه وبقى عندنا احسن شوربه جمبري ممكن تعمليها في البيت. هنسيب دي بقى تظبط كده شويه ونعمل زي ما عملنا في الرز برده، هنروح نجيب الكاتل بتاعنا او الميه بتاعتنا ونقول بسم الله وننزل عليهم كده. حطي بقى ميه كتير وسيبيها تغلي، عايز هتغلي لما بصوا يعني ايه الجمبري يحلف ان هو خلاص مفيش حاجه تاني جواه، وكل ما الميه تبتدي تنشف كل ما نزود الميه بتاعتنا. هنسيب بقى دي تاخد غلوه وبعد كده غلوتين ثلاثه وبعد كده نصفيها. خلاص كده الشوربه بتاعتنا غليت والرز بتاعنا استوى، تعالوا بقى نشوف هنعمل ده ازاي. ادي الرز بتاعنا اهو بسم الله الرحمن الرحيم، يعني حاجه تفتح النفس جدا. هاخد بقى معلقه كده ونشوف الرز بتاعنا مظبوط ولا ايه. بصوا بقى ايه، يعني هو الرز باين، انا مش عايز اقعد اشكر في اكل كتير. بص واحده الجمبري لفت بقى كده وطالعه عامله زي الورده كده. خلاص هسحب ده من على النار، بس الشوربه ناقص بقى فيها تكه كمان، وهي ان انا محتاج طبعا اشيل كل القشر اللي عندي ده، فهجيب حله تاني واحط مصفه واقول بسم الله كده واخد الايه الحله واقوم نازل عشان اشيل كل القشر ده وعشان نعمل الخطوه الثانيه اللي انا قلت لكم عليها. نحط الحله دي كده على النار ونجيب دي هنا نرفع القشر. عندي بقى كريمه لباني، كريمه لباني كل ما بتحط على النار بتتقل اكتر، بدل بقى ما اعمل معلقه دي بقى معلقه سمنه وزي البشاميل كده اعمل رو يعني واربط بيه الشوربه بتاعتي. لو عندي كريمه لباني ماشي، ما عندكيش كريمه لباني معلقه زبده او سمنه تحطيهم على النار في طاسه ويسخنوا، معلقه دقيق تقلبيهم يمسكوا في بعض كده زي ما بنعمل البشاميل، نحطهم على الشوربه بتاعتنا عشان تربط. بعد كده هجيب حاجه تاني برضو مش عايز انساها عشان نعمل شوربه كده ما حدش يطلع لنا فيها اي حاجه، هقوم جايب معلقه واخد شايفين الشويه اللي على الوش دول كده اهو، شويه الحاجات البيضاء اللي بتبقى على الوش دي او البرتقاني قوي دي هشيلها عشان تبقى الشوربه بتاعتي صافيه قوي. بصوا صدقوني يعني مفيش شوربه تظبط معاكم بالذات شوربه الجمبري اكتر من كده. هاخد بقى هنا الكريمه اللبانيه اهي ننزل بيها كده، ناخد شويه كده عشان ايه الكريمه اللبانيه يعني حاجه غاليه شويه فمش عايزين نضيع منها اي نقطه. هنيجي بعد كده احنا فاكرين في اول الحلقه عملنا ايه؟ شلنا شويه جمبري، كام واحده اللي احنا شلناهم دول؟ هاجي بقى عند بولات الشوربه بتاعتي ابتدي احط في كل واحده اتنين كده مثلا عشان اللي يشرب الشوربه ما تبقاش بس طعم شوربه، فلازم يلاقي اي حاجه ايه يظبط نفسه بيها يعني. كده هما يعني ما شاء الله مظبوطين قوي، بس في واحد ايه هياخد واحده زياده يعني. شويه البصل دول برضو هيكون طعمهم حلو قوي. خلاص غليت بقى الشوربه بتاعتي، اروح بقى اجيب لوش او اخد البوله الكبيره الجميله دي واخد الشوربه كلها بسم الله كده، هقوم نازل بالشوربه بتاعتي هنا. بس يعني مش محتاجه ان الواحد يقعد يشكر فيها، شكلها باين ان هي يعني ايه هتبقى عامله ازاي. نفصل بقى البوتاجاز بتاعنا خالص وناخد دي في النص. حطينا الشوربه بتاعتنا بقى كده ولسه الجمبري طبعا ما كانش سخن، فهنزل عليه بالشوربه الاول قبل ما اقدمه عشان الجمبري كمان ياخد سخونيه الشوربه بتاعتي وتبقى يعني حاجه ايه تفتح النفس جدا. ما ننساش طبعا الليمون جنب الشوربه دي هيفرق كتير قوي. هاخد بقى كده بسم الله. وادي كده من شويه قشر جمبري بتاع كيلو عملنا كميه محترمه جدا
واعتقد ان هي ممكن تكفي عدد كبير قوي، لان طبعا عارف ان الشوربه بتاعت السيفود ليها محبين كتير قوي، فايه ناس يعني بتستنى الحاجات دي. لو بقى عايزه تظبطي ده اكتر، فانت قبل ما تقدميها اعصري عليها ليمون كده، وحطي شويه ملحه كده جنبيها، ملح وفلفل اسود، عشان انا طبعا بحط دايما ملح وفلفل قليل قوي في الاكل، عشان اللي عايز يزود شويه يبقى برده ما عندوش مشكله، يبقى حر الاختيار يعني. بعد كده هنروح على الرز، ناخد بقى الرز بتاعي كده، واجيب حاجه ازاز بقى عشان تبين الرز ده، واخد شويه الجمبري، احاول اخلي الجمبري دايما على الوش يعني، ممكن برضو اخد طبق اخد فيه الجمبري كده من ايه من على الوش الاول، عشان لما اجي اقدم الرز بتاعي اقول ان هو بالجمبري، ما يبقاش الجمبري جواه يبقى على الوش ده ايه ظاهر يعني. ارفع هنا كده الجمبري الاقيها اصطادها على طول. خلاص كده قدمنا الرز بتاعنا، بقى ناخد شويه الجمبري دول نحطهم فوق كده، عشان يبقى ايه لما نقول رز بجمبري يبقى ايه الجمبري باين، واحنا طبعا حاطين كيلو جمبري فالموضوع ايه مش قليل. بعد كده بقى احط اي حاجه اكسر بيها الالوان، باسكت من الليمون، ممكن ورديه من الطماطم، عشان اللون الاصفر الجامد ده يبقى حاجه تكسره كده يكون شكله كويس. ما تنسوش طبعا الليمون مع الشوربه، وما تنسوش عروض سفره مقدمه عروض جامده جدا كل اسبوع. وبكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، اشوفكم بكره في نفس الميعاد في كل يوم جديد مع محمد ابراهيم، والسلام ختام.